إلهي، أنا الفقير في غناية، فكيف لا أكون فقيراً في فقري؟ إلهي، ما أرحمك بي مع قبيح فعلي، وما أرأفك بي مع عظيم ذنبي. إلهي، ما أقربك مني وما أبعدني عنك. إلهي، إن بدت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن بدت المساوئ مني فبعدلك ولك الحجة علي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على معلِّم الناس الخير، والذي وجَّه الإنسانية إلى مسارها، فقال في توجيهه الرشيد، في توجيهه النوراني الروحاني الرباني: أفشوا السلام بينكم، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. وبعد ذلك ماذا حدث لهذا العالم منذ أن أتيت يا سيدنا صلى الله عليك وسلم؟ يا رب، هبت شعوب من منيتها، واستيقظت أمم من رقدة العدم. نعم، وأرسلناك للناس كافة. ديننا هو دين الإنسانية، دين السلام. لقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان في 13 عاماً في نموذج مكة، ثم بنى الإنسانية بعد الهجرة، نعم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أهلاً بكم في هذه الليلة المشرقة من ليالي هذا الشهر الكريم، والشروق عندنا وعند المحبين شمسه لا تغيب أبداً. أهلاً بكم في هذه الليلة من ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتأتي هذه الليلة تحت هذا العنوان، عنوان واسم ومسمى ومضامين هي مسارات الإسلام في القلوب وفي الأفئدة، تتسربل في الشرايين والأوردة في هذا العالم. هذا العنوان وهو الإسلام دين الإنسانية والسلام. في هذه الليلة أسعد بصحبة أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ونستفتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. فضيلة الشيخ القارئ محمود عبد الباسط تتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا نساء النبي قل لأزواجك إن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله رسوله.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. والذي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قيمة الحب التي هي أساس في بناء هذا المجتمع في المجتمع الإسلامي التي والذي يبنى على هذه المنظومة المليئة بالقيم التي ينضبط معها مسار البشرية والإنسانية. نعم، الخصائص التي ترتبط بالإسلام هي خصائص ضمانة على صيرورته وعلى أنه صالح لكل زمان ومكان. ومن ضمن هذه القيم المؤسسة لهذا المجتمع ولهذا البنيان ولهذه الحضارة التي قال عنها العقاد: حينما انتشرت المعارف الإسلامية والعربية أصبح الغرب مستشرقين. نعم، هذه الحضارة التي جاءت من البساطة، لقد استطاع الإسلام أن يجعل من البساطة حضارة أطلت شمساً على الشرق والغرب على حد سواء. قيمة الإنصاف هي قيمة مؤسسة وقيمة أساسية في حياتنا في إسلامنا. طوبى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. يحدثنا عن هذه القيمة الأساسية في حياتنا الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فليتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأزدى. نحمده سبحانه وتعالى وهو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يضل من شهد بها ولا يشقى، وكلمة أستمسك بها، ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ينظر سبحانه وتعالى إلى قلوب عباده، فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. القلب
هو ملك الأعضاء كلها بلا منازع. القلب هو الذي أوصانا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خيراً قائلاً: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ينظر سبحانه وتعالى إلى قلوب عباده، وعلى حسب ما فيها يبعدهم أو يدنيهم، لا إلى صورهم ولا أجسادهم وأموالهم. ولا يفلح يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، وخشي الرحمن بالغيب، وجاء بقلب منيب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وإمام العلماء، وأكرم من مشى تحت أديم السماء، محمد النبي الرحمة، الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة، والكاشف برسالته جلابيب الغمة، وخير نبي بعث إلى خير أمة، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، وأسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الجمع الكريم الطيب المبارك، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمن شرف المكان ومن شرف الزمان، فنحن في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون في هذا الشهر الأغر المبارك ويستقبلونه، انتبهوا عباد الله لهذا الكلام جيدا وكونوا على ذكر منه فإنه مهم. سلفنا الصالح والصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يستقبلون هذا الشهر الأغر المبارك استقبال الضيف الكريم الغالي، يقدم أو يدخل على أحبابه بعد غيبة 11 شهرا، ومعه الهدايا الفاخرة والعطايا النفيسة الوافرة. يقول النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم في بعض هدايا رمضان الفاخرة وعطاياه النفيسة الوافرة في الحديث الذي يحفظه الجميع: إن في الجنة باباً يقال له الإيه؟ الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، أي أن هذا الباب حصري على الصائمين فقط. فإذا دخلوا، أو يقال أين الصائمون فيقومون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. جاء في شرح هذا الحديث من كتاب فتح المبدي بشرح الزبيدي، أحد الكتب المقررة على طلاب الثانوية الأزهرية، أسأل الله عز وجل لمصرنا الحبيبة ولأزهرنا الشريف ولوزارة الأوقاف دوام التقدم والرقي، كما أسأله سبحانه وتعالى أن تظل راية مصر عالية خفاقة تعلو كل الرايات، اللهم أمين. جاء في شرح هذا الحديث: إن في الجنة باباً يقال له الإيه؟ الريان. يقول الشارح: والريان نقيض العطشان، وهو مما وقعت المناسبة بين لفظه ومعناه، أي أن هناك علاقة قوية وصلة وثيقة بين هذا اللفظ ومعناه. لماذا؟ لأن الريان مشتق، يعني مأخوذ من الري، والري مناسب لحال الصائمين، لأنهم بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب الريان يوم القيامة ليأمنوا من العطش. ولذا ورد عند النسائي وابن خزيمة أن من دخل، أي من باب الريان، شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. أدم الصيام مع القيام تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني. فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفاني. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. أيها الجمع الكريم الطيب المبارك، ومن منطلق القيم الإنسانية الراسخة
التي أسسها الإسلام ودعا إليها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قيمة الإنصاف، دعا إليها القرآن الكريم حين قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، انتبهوا، ولو على أنفسكم. هذا هو الإنصاف، يعني اشهد الحق والعدل، ولو عاد ضرر الشهادة عليك أنت شخصية فإن الله تبارك وتعالى سيجعل لمن اتقاه فرجا ومخرجا. الإنصاف أسس إليه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فإنه روي أن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يسير ذات يوم فأدركه في الطريق أعرابي، كان يسير مع أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأدركه في الطريق أعرابي، فجذب الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، فأثر هذا الجذب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، فماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ راعى النبي صلى الله عليه وسلم ثقافة هذا الأعرابي، وراعى النبي صلى الله عليه وسلم بيئة هذا الأعرابي، وراعى النبي صلى الله عليه وسلم الآخر بكل ما عليه من ثقافة وبيئة وأدب وما إلى ذلك. فجذب بعدما جذب النبي صلى الله عليه وسلم وأثر في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم، قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك. يعني بعدما آذى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وأثر في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم، آذاه بالقول قائلا له في حدة وفي شدة وفي غلظة: يا محمد. لم يراعي الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. لم يراعي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنس: فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم ثم أمر بإعطائه. النبي قادر على أن يأخذ حقه من هذا الأعرابي، ولكن مقام النبوة ومقام الرسالة ومقام الإنصاف أعلى من هذا بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق الآيات القرآنية، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أول من نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هو أول من نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هو أول من نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أول من نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله، إنه لا يحب الظالمين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا عباد الله، لا يرد الإساءة بالإساءة، بل يردها إحساناً وعفواً وصفحاً جميلاً، واضعاً نصب عينيه تلك الآيات القرآنية التي تعتبر نبراس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضاً من القيم الإنسانية التي أرساها الدين الإسلامي ورسخ إليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية، حرية المعتقد، حتى يعيش العالم في سلام. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. ولذلك أسس الإسلام لحرية المعتقد. فيه آية قرآنية عندما يتحدث المتحدثون أو المحاضرون عن السلام في الإسلام، يأتون بآيات قرآنية تبين وتبرهن
على أن الإسلام لا يجبر أحداً على الدخول فيه، فهو دين السلام، مثل قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه إيه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في الحقيقة وقفت مع آية لا إكراه في الدين، ووجدت أن الناس تأخذ هذه الآية من ذيلها. يعني إيه من ذيلها؟ يعني من نهايتها. ما معنى هذا الكلام؟ هذه الآية في رأي الشخص المتواضع لها بداية. دي الآية رقم كام من سورة البقرة؟ 256. الآية 255 اللي هي آية الكرسي، أنا أظن وأعتقد أن آية الكرسي تعتبر بداية لهذه الآية، يعني لا يصح أن نقرأ تلك الآية منفردة عن آية الكرسي. كيف هذا الكلام؟ أولاً، آية الكرسي آية 255 من سورة البقرة، وهي أعظم آية في القرآن، وفيها يقول المولى تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الإيه؟ الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم إيه؟ وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الآية دي أيها الجمع الكريم الطيب المبارك فيها حوالي من 13 ل15 دليل وبرهان على وجود الله تبارك وتعالى. خلي بالكم الكلام ده، وأكرر، كونوا على ذكر من هذا الكلام فإنه مهم. الآية ديت العلماء استنبطوا أو أخذوا منها حوالي 13 أو 15، ومنهم من عد أكثر من ذلك، 13 دليل على وجود الله تبارك وتعالى. بمقتضى عقلنا البشري القاصر المفترض بعد الآية اللي عددت 13 دليل على وجود الله، يأتي بعدها مباشرة أن هذا هو الإله المعبود بحق فاعبدوه. لا، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده. بعد ما عدد 13 دليل و13 برهان و13 حجة على أنه الإله الخالق الرازق المحيي المميت، جاء بعدها مباشرة وقال: لا إكراه في الدين. فهذه لفتة ولمحة طيبة يجب أن نقف عندها. يعني بعد ال13 دليل برضو أنتم حرين في العبادة، لا إكراه إيه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أيضا من بين المبادئ الإسلامية أو الإنسانية الراقية التي حدثنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتبر أن هذه القيمة الإنسانية قيمة ذات فضل كبير علينا جميعا، ألا وهي قيمة الصدق. إزاي الكلام ده؟ هل تعلمون عباد الله أن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم قد اتخذ من هذه القيمة الإنسانية، لا أقول قيمة إسلامية وفقط ولكنها قيمة إنسانية، فالصدق مطلوب عقلا وشرعا وعرفا ومروءة. يعني أي إنسان صاحب عقل سليم يحب الصدق ويكره الكذب، فهي قيمة إنسانية قبل أن تكون قيمة إسلامية. الصدق ده النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذه تمهيدا أو مقدمة للجهر بالدعوة الإسلامية في مهدها الأول. عارفين الكلام ده ولا ما تعرفوهوش؟ يعني كلنا كده مدينون للصدق. الصدق هو الذي أظهر لنا الإسلام، هو الذي أظهر لنا تعاليم الإسلام، هو الذي أظهر لنا العدل والإنصاف، هو الذي أظهر لنا العفو والصفح والتواضع إلى غير ذلك. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كان صادق في شهر دون شهر، كان صادق في سنة دون سنة، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ من الصدق في الأقوال والأمانة في المعاملة خطا ثابتا ومبدأ عاما وأسلوب حياة لا يحيد عنه صلى الله عليه وسلم قيد أمول. طيب، لما نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين،
يعني إيه؟ يعني اجهر يا محمد بالدعوة الإسلامية وأعلنها للناس كافة. بالله عليكم، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام جبروت زعماء المشركين وصناديد الشرك؟ يعمل إيه؟ رجل بمفرده والله تبارك وتعالى أمره أن يعلن الإسلام للناس كافة، بعدما كان صلى الله عليه وسلم ينذر الأقربين فقط من عشيرته ومن أقاربه. لا، الأمر اتغير وقال له ربنا إيه؟ فاصدع بما تؤمر، يعني أعلن يا محمد الإسلام للناس كافة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكر النبي صلى الله عليه وسلم مليا، ثم هداه الله تبارك وتعالى إلى تلك القيمة الإنسانية المغروسة فيه صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قيمة الإيه؟ الصدق، قيمة إنسانية نبيلة غالية، ربنا هداه لهذه القيم. فماذا فعل؟ أترك لكم عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وسلطان الأئمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي لكم كيف صدع وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم الدين الإسلامي الخاتم للناس كافة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، جبل الصفا بمكة المكرمة، زادها الله تبارك وتعالى تشريفا وتكريما وقدرا وفضلا، وزاد الله تبارك وتعالى كل من زارها تشريفا وتكريما وقدرا وفضلا، اللهم أمين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، ثم أخذ ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن الرجل الذي لم يستطع أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث من قبله مندوبا أو مبعوثا ليرى ماذا يقول محمد أو ماذا يريد محمد منا اليوم. فلما اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ يعني خلاصة الكلام: ما تقولون في صدق حديثي؟ ما تقولون في هذه القيمة الإنسانية الراقية التي أحدثكم عنها؟ أكنتم مصدقية؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جربنا عليك كذبا قط، يعني أنت عندنا يا محمد صادق مصدق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أي أن القيم الإنسانية ومنها قيمة الصدق اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة أو تمهيدا أو بابا أو مفتاحا للجهر بالدعوة الإسلامية في مهدها الأول. أيها الجمع الكريم الطيب المبارك، إن القيم الإنسانية قيم لا تتناهى، قيم دعا إليها القرآن الكريم ورسخ إليها أو رسخها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية وسنته الفعلية. وأترك المجال لأخي وزميلي فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين فليتفضل مشكورا، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في حق الحياة سواء. الحياة المعاصرة وفي العالم الذي نعيشه وهو مأزوم جدا يحتاج إلى الإنصاف. الإنصاف هي الكلمة التي تحل مشاكل هذا العالم الذي نعيشه شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. ننتقل أيضا إلى قيم أخرى حقق بها الإسلام للإنسانية مسارها إلى الواقع المنشود وإلى الأمل في مستقبل مشرق دائم. يقول في كتابه النماذج الأربعة صاحب الفضيلة مولانا الإمام الدكتور علي جمعة حينما يتعرض لهذه النماذج
التي عاش فيها الإسلام في مختلف البيئات، يقول إن ذلك ضمانة على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. فلننتقل الآن إلى كلمة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وكرِّم وأنعِم وتحنَّن وتفضَّل وتكرَّم على هذا النبي الأمي العربي القرشي التقي النقي البهي الذكي الهاشمي المكي المدني، صلاةً ترضيك وترضى بها عنا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمعون عباد الله، فالله عز وجل هو السلام ومنه السلام وإليه السلام، وقد وصف ليلة القدر بالسلام، فأسأله أن يعم بالخير والسلام مصر وجميع بلاد الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، بعد، الشكر موصول لأستاذنا وشيخنا ووالدنا معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايته لهذا الملتقى ولغيره من الندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي تعيد نشر الدين والفكر الوسطي إلى ربوع العالم أجمع، فجزاه الله تعالى عنا وعن الدعوة الإسلامية خير الجزاء، اللهم آمين. أما عن موضوع محاضرة اليوم، والذي هو الإسلام دين الإنسانية والسلام، فأقول وبالله التوفيق، وذلك بعد أن تصلي على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا أعلم فيما أعلم أن هناك ثقافة من الثقافات، ولا حضارة من الحضارات، ولا دين حتى من الأديان اهتم بالسلام وبالإنسانية أكثر من دين سيدنا محمد بن عبد الله. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الإنسان في القرآن الكريم، واسمحوا لي أن أعيش مع هذا العنوان الذي اشتمل على محورين رئيسيين. المحور الأول: الإسلام دين الإنسانية والسلام. فاسمحوا لي أن أعيش مع هذا العنوان المحدد مع هذين المحورين الرئيسين. فالإسلام دين الإنسانية، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة الإنسان في القرآن الكريم ما يزيد على 60 مرة بثلاث مرات. فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن الإنسان مرة واثنان وثلاث، إلى أن وصل الله جل وعلا في حديثه عنك أيها الإنسان فيما يزيد عن 60 مرة. والله سبحانه وتعالى ذكر كلمة بني آدم ما يزيد على 4 مرات، فضلا على أن الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة الناس في القرآن الكريم ما يزيد على 250 مرة. كل هذا لماذا؟ ليدلنا سبحانه وتعالى على أنه جل وعلا اهتم بك أيها الإنسان، ليقول لك بأن هذا الدين الحنيف، دين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اهتم بالإنسانية أيما اهتمام. اهتم بالإنسان وهو طفل، اهتم بالإنسان وهو شاب، اهتم بالإنسان وهو صبي، اهتم بالإنسان وهو شيخ كبير، اهتم بالإنسان في حال الصحة، اهتم بالإنسان في حال المرض، اهتم بالإنسان في حال العبادة، اهتم بالإنسان حتى في حال الذنب والتقصير. اللهم صل على معلم الناس الخير. ولو نظرنا لوجدنا أن الإسلام اهتم
بالإنسان في كل أطياف أعمار حياته، حتى الإنسان المذنب والمقصر يهتم به الإسلام ويهتم بإنسانيته. أغواه الشيطان، يموت خلاص ضاع أبدا، ضحكت عليه نفسه الأمارة بالسوء، ضاع خلاص أبدا. الإسلام دين الإنسانية حتى مع المذنب والمقصر. يأتي رجل في مسجد سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا معي، ويقف في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع ثيابه ليتبول في محراب سيدنا رسول الله. انظروا إلى بشاعة هذا الأمر. ولكن ما هو رد فعل سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الإنسانية كلها كيف يتعامل مع الإنسان؟ وقع الصحابة في هذا الرجل، أخذوا يقعوا فيه، كيف يصنع هذا الفعل القبيح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم درسا في الإنسانية حتى مع هذا المذنب المقصر المتغطرس، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي بعض الروايات: لا تقطعوا عليه بولته، سيبوه يكمل براحته، لا تقطعوا عليه بولته. انظروا إلى أي مدى يحترم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكائن اللي اسمه الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا عليه بولته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أهريقوا على بوله سجلا من ماء أو سجلا من ماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الأمة جميعا كيف تكون الرحمة، كيف تكون الرأفة بهذا الإنسان، كيف تكون الشفقة بهذا الإنسان. فديننا لا يعرف العصبية أبدا ولا يعرف الغطرسة أبدا، بل دين أمر بالإنسانية وبالسلام. فاللهم صل على معلم الناس الخير، اللهم آمين. ولو نظرنا كذلك إلى اهتمام الإسلام بالإنسانية أيما كان هذا الإنسان، سواء كان صديقا في العمل، رئيسا كان أو مرؤوسا، حتى وإن كان خادما، ربما بعض الناس ينظر إلى الخادم نظرة دونية، أو تنظر إلى من هو دونك في العمل نظرة دونية. أنت المدير مثلا وتحت منك يعني عمال يعملون منك أقل منك في الدرجة الوظيفية، هنا أمرك الإسلام أن تتعامل معهم بإنسانية. هذا هو دين الإسلام. انظروا حتى إذا كان هذا الذي تتعامل معه خادم، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا في هذا، يتعامل مع خادم وهو معلم الأمة وهو قائد الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقول هذا الخادم، تخيل، يخدم رسول الله 10 سنين ورسول الله ولي نعمته ورسول الله قائد له ومحرك له، ومع ذلك يقول: خدمت رسول الله 10 سنين، ما قال لي أف قط. ما هذا الجمال، ما هذا الرقي، ما هذه الإنسانية التي يعلمنا إياها رسول الإنسانية محمد، اللهم صل على معلم الناس الخير. 10 سنين يتعامل مع خادم الله. ما قهرني وما ضربني وما شتمني وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه هي الإنسانية التي يعلمنا إياها ديننا الحنيف، حتى في الفرائض والعبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا ينبثق منها الإنسانية. شوف في الصلاة مثلا، تعبان يقول لك صلي وانت قاعد، أي إنسانية هذه؟ لا تستطيع أن تصلي وأنت قائم، صلي وأنت جالس، إن لم تستطع وأنت مستلق، يا الله أي دين هذا؟ دين يحترم الإنسانية، دين إذا كنت في حال سفر
قال لك أقصر واجمع في أعظم عبادات الإسلام. أي دين هذا؟ رأفة بك ورحمة بك وشفقة بك. يقول لك صلي الظهر اثنين وصلي العصر اثنين وصلي العشاء اثنين، اجمع مغرب مع عشاء مش مشكلة ما دمت في حال سفر. بل الأعظم من ذلك، وديننا يبين الإنسانية لنا، يقول للمريض الله، ويبعث هذه الرسالة لهؤلاء المرضى الذين جلسوا ربما في المصحة وجلسوا على سرائرهم هناك. الله سبحانه وتعالى يرسل لهم هذه الرسالة وهذه البشرى وهذا البلسم. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله جل وعلا يكتب لهم الأجر كما أنهم معنا يصومون ويصلون. أي إنسانية هذه؟ فالله سبحانه وتعالى يكتب الأجر للمسافر وللمريض كما كان يعمل صحيحا مقيما. اللهم صل على معلم الناس الخير. أي إنسانية هذه التي يعلم إياها دين الإسلام العالم أجمع، ونراها على مرأى ومسمع، وديننا يحترم الإنسانية. حتى الصائم ونحن في شهر الصيام يقول لك تعبان، اسأل الطبيب، إن قال لك أفطر هذه رخصة ورخص الشرع الحنيف لك الإفطار. اللهم صل على معلم الناس الخير. شريطة أن تفدي بعد ذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي إنسانية هذه التي يعلمنا إياها الإسلام؟ حرم علينا الميتة وحرم علينا الخمر إلا في حالة الاضطرار. إذا كنت في صحراء وأوشكت على الهلاك والضياع ولم تجد إلا هذا المحرم، انظر إلى هذا الدين الذي احترم فيك الإنسانية، والذي احترم فيك أنك ابن آدم. قال لك خذ منها ما يسد الرمق ولا تزيد، خذ منها ما ينقذ حياتك ولا تزيد. حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآيات. ثم قال فمن اضطر، وقال إلا ما اضطررتم إليه. أي دين هذا؟ أي عظمة هذا؟ أي عظمة هذه؟ دين يحترم الإنسانية دائما وأبدا. إنه دين الإسلام. انظروا معي إلى إنسانية سيدنا ومولانا رسول الله، ولازلت مع المحور الأول، فالإسلام دين الإنسانية كذا ودين الإسلام. رسول الله يخطب على جذع نخلة، ولما صنعوا لسيدنا رسول الله منبرا ترك النبي الجذع ووقف صلى الله عليه وسلم يخطب على هذا المنبر. ماذا يفعل الجذع؟ يحن لسيدنا رسول الله. جذع حن لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بال قلوب أحدنا، ربما يعني لا يحن لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر معشار حنين هذا الجذع. اللهم صل على معلم الناس الخير. وبقدرة الحي الذي لا يموت يسمع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بكاء وحنين هذا الجذع لفراق سيدنا رسول الله، فيترك النبي المنبر وينزل ليحتضن الجذع صلى الله عليه وسلم، ويقول والذي نفسي بيده لو لم أحتضنه لظل يبكي إلى يوم القيامة. أي إنسانية هذه؟ أي رحمة هذه؟ أي شفقة هذه؟ دين قال لك إذا رحمت قطة ربما كان هذا بابا من أبواب دخول الجنة. إذا مارست الإنسانية على قطة حيوان أعجمي ربما كان هذا السبب، لأنك مارست إنسانيتك الحقيقية والرحمة الحقيقية التي وضعها الله في قلبك، ربما كان هذا سبب من أسباب دخولك الجنة. الإسلام دين الإنسانية
كذا ودين السلام. نعم، اسمك مسلم لأن ديننا هو دين السلام، وتحيتنا هي السلام. إلى أي مدى؟ والله جل وعلا سمى نفسه السلام. خليك إنسان مسالم، خليك إنسان تحب السلام وتنشر السلام. لا عليك بالكراهية والبغضاء والمعاداة والغطرسة واتباع الهوى والشيطان والغلظة والقسوة. كن اسما على مسمى، فديننا هو دين السلام، وربك جل وعلا هو السلام، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن سبحانه وتعالى. التحية التي سيحيينا المولى سبحانه وتعالى بها في الجنة، أتدرون ما هي؟ إنها السلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. بل إن الملائكة حينما تدخل على أهل البلاء الذين صبروا على اختبارهم وابتلائهم في الآخرة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله ثم والله لن تدخل الجنة إلا إذا وقفت أمام الله جل وعلا بالسلام وبقلب سليم. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فديننا دين السلام، والجنة هي دار السلام. أيها الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فينا خطبة عصماء كلماتها قصار وجزاؤها عظيم، حينما قال صلى الله عليه وسلم موجها لأمته: أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام. تخيل حينما تمر على السلام عليكم، تدخل على جارك السلام عليكم، على صديقك في العمل السلام عليكم، على أهل بيتك السلام عليكم، ترفع سماعة الهاتف في بداية المكالمة السلام عليكم، في نهاية المكالمة السلام عليكم، في بداية اللقاء السلام عليكم، في نهاية اللقاء السلام عليكم. أي عظمة هذه؟ أي دين هذا الذي يأمرك بهذه القيمة العظيمة؟ حتى الصلاة تخرج منها بالسلام. إذا أردت أن تنتهي من الصلاة فآخر حركاتها هي السلام يمنة ويسرة. فاللهم صل على معلم الناس الخير. دين عظيم ينشر السلام في ربوع العالم أجمع. وسامحهم الله حينما وضعوا الإسلام في قفص الاتهام وقالوا بأن الإسلام لا يعرف للسلام بابا، سامحهم الله. ديننا بالعكس تماما هو دين الإنسانية وهو دين السلام، ولا يعرف للكراهية ولا للبغضاء ولا للمعاداة بابا. ديننا هو دين السلام. ارفعوا رؤوسكم عالية خفاقة، أننا من أتباع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا من أهل الإسلام الذي يحثنا دائما وأبدا على نشر الإنسانية وعلى نشر السلام في العالم أجمع. وإذا نسيت لا أنسى، ونحن في هذه العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأعظم وصف تميزت به هذه الليلة أنها هي ليلة السلام. فاللهم صل على معلم الناس الخير. وقال الله هذا في القرآن صراحة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. فأعظم وصف لهذه الليلة الطيبة المباركة التي نحن على ضفافها
والتي نحن على أبوابها، والتي نطلب من الله جل وعلا ألا يحرمنا فضلها وأن نذيق بردها وسلامها. أعظم ميزة فيها وأعظم وصف فيها أنها هي ليلة السلام. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يتسلم منا رمضان متقبلا. إن ربي على ما يشاء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير، والذي يقول في كلماته الشريفة المنيفة: إنما أنا رحمة مهداة. يا سيدي يا رسول الله، هل أنت رحمة مهداة فقط للمسلمين أم للعالمين؟ فيأتي قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، هذه الدوائر التي تتسع وتتسع فتشمل كل الإنسانية. نعم، هذا هو إسلامنا الجميل. سيدنا يقول: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. انظروا إلى هذا الخطاب وإلى هذا النداء في القرآن الكريم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، تنوع وتعدد على كثرة المقاصد والدلالات، لأنه دين الإنسانية. الآن مع هذا الإنشاد وفاصل من الابتهالات، مع المبتهل الشيخ محمد الجزار، فليتفضل. اسم الجلالة في بديع حروفي، ألف هنالك، ألف هنالك، واسم طه الباء، يا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل صيامنا ولا تخيب رجاءنا يا قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، قصدت وبت أشكو إلى مولاي، وبت أشكو إلى أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي
صبر ولا جلد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما قد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده. سيدي يا حبيبي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن، قد جمل الرحمن، قد جمل الرحمن منا يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو ماء البحار بجمعها كان الوداد لذكر أحمد ما كفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور المصطفى لن يخسف. يا سيدي يا رسول الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قاسم من أعظم القسام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. لم يمتحننا بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم. صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا عشنا هذه الليلة من ليالي الملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجاءت تحت عنوان الإسلام دين الإنسانية والسلام. كنا في صحبة أصحاب الفضيل الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وكان قارئنا فضيلة الشيخ محمود عبد الباسط، والمبتهل المنشد الشيخ محمد الجزار. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.